أكبر دليل إن الأكل بالنسبة لنا هو أهم وأمتع وأخطر حاجة في حياتنا هو إن كلامنا العادي نفسه بنحشر فيه الأكل في الفاضية والمليانة، بنحشيه كده بدون أي معنى. بص شوف أنا قلت إيه؟ قلت بنحشيه، مفيش فايدة. بص بقى بنعمل كده إزاي؟ مبدئياً الشغل في حياتنا في حد ذاته اسمه إيه؟ أكل عيش. أها كده بالشكل المجرد ده، بنشتغل ناخد فلوس نجيب بالفلوس عيش ناكله. مكان الشغل اسمه ايه؟ اسمه محل اكل عيش. يعني ما تفرقش بقى شركه بترول، مكتب مقاولات، محل خردوات، حلاق قهوه، فرن آلي. لا معلش، الفرن الآلي هو محل اكل عيش فعلا، ده استثناء، لكن اي حاجه في الدنيا بتبقى محل اكل عيش. الطموحات بقى بتاعه ان الشغل ده احقق بيه ذاتي واتطور فيه وبتاع، كل ده سيبك منه خالص، هو باختصار اسمه محل اكل عيش. لما تيجي تهدد حد التهديد من تحت لتحت كده، يكفي انك تستخدم طبقة صوت واطية مريبة تضيق عينيك وتقوله بالراحة كل عيش بس. طبعا لما يقولك كده تحس انك عايز تقوله لا كل انت الاول، لان انت شكلك حاطط فيه حاجه. ايه الرعب ده؟ او مثلا لما حد يقول لك ده ما ياكلش معايا، هو مين اللي ما ياكلش وما ياكلش ايه وليه؟ يعني ما ياكلش معاك ده، هل ده نوع من انواع العقاب مثلا انه ما ياكلش معاك؟ طب ما هياكل بره، ما تخليك عادي. كمان في مصطلح غريب جدا ما اعرفش الناس كلها اتفقت عليه ازاي، يعني يقول لك انا لو ما خدتش معايا طبق حلويات وانا رايح لقرايبي الناس هتاكل وشي، بغض النظر عن الصوره البصريه البشعه والوصف المريض لمجموعه من الزومبيز ياكلوا وش بني ادم عشان ما خدش معاه صينيه حلويات شرقيه وهو رايح عزومه مثلا او ما نقطش عروسه. مشكلتي انه ليه وشه؟ يعني لو حد هيتوحش لدرجه انه يبدا ياكل اجزاء من اصحابه او قرايبه، ما ياكل حته عدله بقى مش وشه. ليه ما يبقاش مثلا الناس كلت وركي او الناس كلت كتفي، اي حاجه. طبعا في مجموعه مصطلحات خاصه باكل الفلوس، يقول لك مثلا بياكل مال الناس. طب ليه؟ ياخده بس، ياخده يصرفه، ليه ياكله؟ ليه الزروطه دي؟ او يقول لك بياكل مال النبي، لا دي قدرات خاصه بقى، ده بيسافر في الماضي يروح ياكل فلوس ناس تانية خالص زمان ويرجع تاني. او يقول لك ده واكل حق اخواته في الميراث، طبعا ده لو كان الوالد الله يرحمه سايب لهم مزرعه فراخ او علبه جبنه يبقى هو واكل حق اخواته. فاهم الفكره؟ او بياكل فقته محلوله. دي بقى اكتر واحده غامضه فيهم، هي معناها انه مستغل وطماع وكسول، ماشي، لكن الكلام ما يركبش على بعضه. ايه ميزه القته؟ القته ده شيء غريب جدا، ده عباره عن خيار بس عنده هرمونات زياده. ايه ميزه ان ياكل فقته محلوله؟ يعني ايه محلوله؟ محلوله ازاي بقى؟ طب القته اللي مش محلوله شكلها عامل ازاي؟ يعني انا ادخل على بنتي مثلا اقول لها ها القته دي مش محلوله ليه؟ عندك امتحان يوم الخميس، يلا حل القته بسرعه، هو ده النظام؟ هي دي الفكره؟ كمان طبعا من المعروف ان اي حد بيضحك على حد لازم يبقى فيه اكل هيحصل في المنطقه دي. اكل بعقل حلاوه، وحشه ما مقززه ملهاش اي معنى، عقل بحلاوه يع جدا يعني. او اكلني البلوزه. طب كتر خيره الراجل، هو عدى العيب، انت بقى البلوزه عندك منها حساسيه مش مشكلتنا، الراجل عمل اللي عليه وجاب بلوزه واكلك وخلاك تنبسط، ما تشيلناش ذنبك بقى. او اكلني الاونطه، حضرتك اكلت الاونطه قبل كده؟ لا ده كلام ملوش معنى خالص، ما تحاولش تفكر في ايه. لا مفيش اونطه، ده افلاس في الكلام، في بلوزه اوكي الناس بتاكلها، لكن ايه الاونطه دي؟ او مثلا يقول لك اكلني لحم ورماني عظم. انا مش عارف المشكله في انه رماه عظم، يعني انا اظن ان العتاب من باب اولى يكون على الرمي مثلا، يعني لو اكلك لحم ورماك ستيك مثلا يبقى ظريف، او لو اكلك لحم ورماك برجر ده يعدي يرميك مش مشكله، ما ياكلكش لحم اصلا، انت بتشتكي من موضوع العظم ليه؟ مش لطيف خالص. انا بصراحه حكايه اننا ندخل الاكل دي في كل كلامنا انا لا بلعها ولا هضمها. هتقول لي امال شاغل نفسك ليه وقاعد ترغي في القصه دي؟ عشان انا يا اخي لما بسمع كلام عجيب دماغي بتفضل تاكلني يا اخي، دماغي بتاكلني.